الله وبركاته، بفرح معاني خف والله بفرح، عشان كده فرحت ان انت خفيت وبصور معاك يا مصطفى. ازيك يا راجل محترم؟ الله يخليك. مصطفى محمد، مصطفى محمد عندك كام سنة؟ عندي 45. انت منين يا مصطفى؟ من المنيا. منين في المنيا؟ من صملوط. صملوط دي في اسيوط باين. لا، المنيا. المنيا صملوط. طب قبل تمام. اسيوط. طب هقول لك معلومة حلوة هتفيدك اتفضل. وهتدعي لي. اتفضل. محمد كان عنده، مصطفى كان عنده ضيق في شرايين القلب، كان جاله مرة جلطة في القلب. ما بالمرة كده اوصف جلطة القلب دي عشان اللي ما جالوش جلطة وهيجي له الكلام ده يعرف ان دي جلطة. اوصف كده حصل لك ايه لما جات الجلطة؟ اول مره حسيت حضرتك بايه يعني؟ وجع في حسيت صدرك؟ شواكيش شغال في صدري، وجع وحرقان، تمام. وجالي نفضه في كتفي الشمال، تمام. وعرقت؟ وحنفيات اتفتحت في راسي، تمام. ووجع بقى رزع جامد، ممتاز. يعني خلاص كنت بين الحياه وبين اول الموت. مرة تجيلك في حياتك صح؟ اول مره جات لي في حياتي دي. ممتاز. اه يعني للأسف هو اسمع، اتأخر شوية، راح المستشفى بعدها بفترة. هي ما تعرفتش أظن إنها جلطة في نفس اليوم، اتأخرت شوية على ما عرفت صح؟ ولا لا عرفت إنها جلطة؟ يعني اتعرفت، عملت قسطرة في نفس اليوم؟ لا مش في نفس، عملتها بعدها بعدها بكام يوم؟ ب4 ايام. ب4 أيام. الغلطة بس إن أنت ممكن تعمل قسطرة في نفس اليوم فتفتح الشريان المسدود. اللي حصل إنه عمل قسطرة ولما اتأخر شوية جينا نعمل أشعة إيكو، هو عملها يعني، فلقى إن في جزء من القلب، الجزء السفلي مش بيتحرك، اللي هو الشريان اتسد فيه. وقلت لك يوميها الكلام ده لما جيت لي من شهرين ثلاثة، ان الجزء السفلي ده مات فالعضلة ضعفت، فلا داعي من توصيل دم لجزء ميت. صح يا وحيد؟ حصل. ايوه صح، دم انا هيرجع تاني لفوق. فاكر الكلام ده يا دكتور. حلو. وكنت بتشتكي ساعتها من ايه؟ كنت أول مرة جيت لي. من في نغزات بتجيلي وحرقان وشغال معايا، بس كل فترات، وحضرتك انت اللي ضيعته بالعلاج اللي بتدوه لي بفضل الله. بفضل الله. دلوقتي ما يجيش حرقان؟ لا ما يجيش، تطلع تمشي تتحرك عادي؟ وبطلع ده النهارده حطوني على جهاز سرعه في ساعه ما كنت مسح عامل الزري. مسح الذري. الدكتور زهق مني عشان يبطل، يقول لي يا مصطفى مش تعبان؟ قلت له لا مش تعبان، والله لازم اكلمك، والله لازم اكلمك يا دكتور. بيقول لي يا مصطفى مش تعبان؟ قلت له لا مش تعبان. قال لا لا، لو بتحس بتعب قول لي عشان ما تعبش. قلت له انا مش تعبان، عاوز تخليه خليه. هو زهق راح بطل. والله والله لازم اكلمك. الخبر الحلو اللي عايز اقوله لك وقلت اقوله لك واحنا بنصور، ان المسح الذري اللي بالمجهود اللي هو عمله كان الهدف منه نعرف 3 معلومات. اول معلومه، كفاءه العضله بتاعتك، لان العضله بتاعتك كانت ضعفت شويه، نزلت شويه، بدل 60% بقت 50 او 49 او 48، والعضله اتحسنت بعد العلاج، عدت ال 55. دي اول معلومه. المعلومه الثانيه، ان احنا كنا عايزين نتاكد ان في جزء ميت من القلب عشان ما نعملش قسطره ونوسع ونركب دعامه لجزء ميت، فتاكدنا ان فعلا في جزء ميت في الجزء السفلي من القلب، والجزء ده لا يمثل 3 مليم، حته صغننه قوي. المعلومه الثالثه واللي تفرح، ان كان في شريان تاني ضيق، وكنا خايفين للشريان التاني الضيق ده يكون مضايق القلب، فخليناك تجري عشان نشوف الشريان ده عامل قصور في القلب ولا مش فارق، فلقيناه مش عامل ولا حتى 1% قصور في القلب. الراجل كاتب نيجاتيف ستريس ثانيه. قال لي يا دكتور، قال لك ايه؟ قال لي لا جميله، قال لي جميله، انت يا ابني بتشتكي من ايه؟ والله قال لي بنفس اللفظ كده، قال لي بتشتكي من ايه؟ والله يا والله حبيبي. انت قال جاي لي انت ليه اصلا؟ بتشتكي انت ايه؟ جاي ليه؟ بتشتكي من ايه؟ قلت له والله الدكتور رامي صراحه هو اللي عالجني، هو اللي مش العلاج، وجيت انا اتاكد بس من الاشعه دي. قال لا جميله، انا هكتب لك فيها 100 100. وكاتب الاسئله. كانش والله متضايق مني؟ لا، ده اول مثال سألني عليك حضرتك. والله والله قال لي اكيد كله انا عالجك بيقول من غير عليك. دعامات. قلت له ايوه. قال لي طبعا كنت داخل على دعامه. قلت له ايوه. لا الحمد لله. انا اشتهرت. لا انت عالجك من غير دعامات. اول مره دكتور يبقى مش بيكرهني. لا والله، والله الهدف ليس لا ان انا والله، اكسب لا فلوس. لا الراجل انت بيه. لو انا خدت منك 1000 لا من لا 20 مره شفتك فيهم، وفرت عليك 100,000 في ربنا دعامتين ثلاثه، ومن دلوقتي ربنا الحمد يجعلك لله ما في بقتش ميزان محتاجهم. حسناتك، صح ربنا ولا يجعلك في غلط؟ ميزان حسناتك. لا والله وانت راضي ومبسوط الحمد لله، وبتدعي لي فعلا من قلبك؟ والله ربنا يستر العظيم عليك يا بدعي لك، طبعا. وربنا ربنا يديك يستر كمان عليك. وكمان وتعالج الناس، الحمد لله ده هيقعد لك الحمد لله. اهم حاجه يعني، مش ال... ربنا يكرمك يا حاج مش مصطفى. الماده يعني. ودلوقتي تطلع وتجري لحد ما الراجل زهق منك. واطلع سوق اجري من السوق. والله العظيم يا واحد قال لي انت مش حاسس بتاعك؟ قلت له لا. قال لي يا ابني انت لو تعبان قول عشان ما تقعش. قلت له لا مش انا عاوز تكمل كمل. وانا بجري مع ماسك الجهاز وبجري معاه، وكل شويه طبعا بيزود السرعه. انت يعني ببدا وانت لحد الاخر، هو بيقول ان انت كملت التست للاخر، كملت للاخر الاختبار بدون ظهور الم في الصدر، لا وبدون لا ظهور علامات تدل على قصور في مفيش الشرايين. اي حاجه. ستريس سكور الزيرو.
لا يوجد قصور يعني ممكن تقدم في الكليه الجويه خش سابق يعني. ربنا يكرمك يا مصطفى وسعيد جدا ان احنا اتقابلنا وسعيد ان انت بقيت كويس وربنا يا رب يجعلني سبب في حسناتك كده ويديك كمان وكمان كفايه الدعوه ده خليك عارف. سلام في امان الله. نذيع الحلقه دي مفيده الحمد لله ربنا يكرمك. مع السلامه في امان الله.